احنا في حقيقة ما عندنا كرة قدم لتطوير الرياضة العراقية وأساسنا ضعيف جدا. نعم. أما أنه تصريح المدرب تصريح منطقي وتصريح مدرب ذكي جدا. ماكو مدرب لو عندك أفضل الأدوات ومرشح أنه تاخذ بطولة أو تاخذ كأس العالم أنه دائما يصرح أنه أنا راح أتأهل أو أخذ البطولة. نعم. تصريح ذكي من المدرب. لكن تتكلم بصراحة عن الظروف اللي محيطة بالمنتخب الوطني. نعم. الآن الظروف أنه بفترة كأساس هي أفضل فترة صراحة من الدعم المالي، من الدعم الحكومي، من الدعم الجماهيري. يعني بصراحة يعني أستاذ نتكلم اليوم أنت مثلا في كل الأوقات، وهذا حق مشروع واستحقاق اللاعبين أن يروحون في أقل مباراة بصراحة، اللي مثلا تخسر لك عليها 300 ألف 400 ألف دولار مثلا مباراة أندلسيا أو فيتنام وغيرها من مباريات بطائرة خاصة. وبالأخير إذا هو أكو تخطيط، لكن بالتالي أستاذ حسن يحتاج أنه أساسنا أن يكون قوي.